تعرفت على اكس في مواقع التواصل الاجتماعي، طلعت لي الاعلانات ديالهم، دخلت للسيت سجلت، عيطوا لي لي ستاف، جيت عندهم شرحوا لي كيفاش داير البرنامج ديال الاكس. تعرفت على اكس كول عن طريق الصديق ديالي حسني، جيت تقيدت وبدينا البروغرام اللي فيه بزاف ديال الحوايج اللي مزيانين. تعرفت على البروغرام ديال اكت سكول غير باغازار، كانت صيفطت لي اختي اللي صافي عيطوا لي درنا لا رونكونت. اول مره غادي نعرف اكت سكول كنت داخل فيسبوك، بانت لي لانونس ديالهم، ما ترددتش دغيا تقيدت. كيفاش تعرفت على اكت سكول؟ تعرفت عليها من طرف واحد الانفيرمون كان داك العام في دار الشباب ديال الفتح، وعجبني واحد الانفيرمون اللي سميتو قرايطون، وقريت اول كتاب اللي سميته محاوله العيش، وقررت انني ندخل معاهم ونشوف الدراري شنو كيديروا وكيستافدوا. الحاجه اللي عجبتني بزاف في البرنامج ديال اكس هو انني انا عندي مشكل ماشي اجتماعيه مع الناس، وفي الخلايا الابداعيه كتجمعوا كاملين، كناقشوا افكار كاملين، كيخليك تعبر على الفكره ديالك، تناقشيها مع الناس اللي معاك، مع الدراري اللي معانا في المجموعات. اكثر لي سيونس اللي كانوا كيعجبوني بزاف كاين الدبا كونتراديكتوار اللي كانت كتعلمك انك كيفاش تدافع على الاراء ديالك، وحتى السيونس ديال سومو اللي كتخليك انك ترتب الافكار ديالك، يكون عندك افكار كيفاش ترتبهم. كان بروغرام اللي متنوع صراحه وزوين، واحسن حاجه كتعجبني فيه هو الحصه ديال المسرح، حيت كنكونوا ليبر كنقدروا نهضروا سبونتانيمون، كنقدروا نعبروا على داكشي اللي في الداخل ديالنا بلا ما نفكروا في دي ليميت. وحتى فاش كيكون عندنا شي وقت خاوي كيعجبني نجي هنا للاستوديو باش نقدر نغني وكنبارطاجي دو بون سونتيمون افيك لي زوتر. احسن حاجه كتعجبني في البروغرام ديال ارت سكول هي كنقراو الروايات كل صباح، واستفدت انني من ذوك الروايات اللي كنقراو الصباح خديت منهم معلومات، وليت كنقلب على كتاب، على شعراء ادبيين، شحال من حاجه. كيعجبني في برنامج هنايا المناظره التنافسيه والمسرح، لان اكس كول تعرفت فيها على المسرح، وليت كندير شي حوايج اللي ما كنتش كنقدر نديرهم من قبل، ونمات فيا شي حوايج اللي زوينين، بحال ما كنتش كنقدر انني نادي قدام الناس، وما كنتش كنقدر نرتب افكار هكا كطلع المسرح بلا تيكست بلا شي حاجه، ما كنتش كنعرف نديرها من قبل، دابا كنقدر عادي. حسيت مطالعه على شي كتاب اللي كيكون كل صباح، وبزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي كيكونوا عندنا.